بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي. نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أيها المتابعون الكرام، باسمكم جميعا نرحب في هذا اللقاء بالدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري. دكتور فارس غني عن التعريف، عنده دكتوراه الفلسفة في الطب البديل، نال شهادة الدكتوراه من الأكاديمية الهندية للطب البديل عام 2013، حصل أيضاً على شهادة مدرب صحي معتمد في التغذية التكاملية من معهد التغذية التكاملية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، خبير عالمي في الصحة الشمولية والعافية، متحدث ورائد أعمال وباحث وأنتروبولوجي علم الإنسان ومحفز، ومؤلف لثلاثة كتب تم نشرها بواسطة شركة ووتر هاوز الأمريكية، ومكتشف أيضاً ومؤسس هاكوا ريفايتلايز ثيرابي أو الطب الهاكوا باثي. باسمكم جميعاً نرحب به في هذا اللقاء، ويتطرق في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن فوائد طب الهاكوباثي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما بعده. يشرفنا بهذا اللقاء الميمونة، وأشكر حقيقة الدكتور علي العدوي باستضافتنا في هذا اللقاء الميمونة، وجميع طاقم الحضور المنظمة لهذه الحلقة. الحلقة راح إن شاء الله راح تكون في حدود 25 دقيقة، من ثم نتلقي الاستفسارات والرد بقدر المستطاع، وحيث نتحدث عن الفوائد الصحية والعلاجية للهاكوباثي. قد تتعجبون لماذا لا نقول الماء ساخن، لأن دائماً الكلمات مصطلحات العلمية يجب أن تأخذ تميز، مثل هيدروجين، معنى هيدروجين أي مكون الماء، فلذلك تسمية العلم كان هو ضروري، وهذا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواجدنا هناك على امتداد 6 سنوات. هاكوباثي أي معنى hot aqua، وhot هو من الإنجليزي أي ساخن، وأقوى من الكلمة اللاتينية الماء. إذن الهات أكوا بكلمة واحدة، وهو من العلامة التجارية المسجلة في مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى تميز ينفرد هذا العلم، أي بمعنى الهاكوا هو الماء ساخن، هاكوا باثي، باثي أي معنى علاج، إذن هاكوا باثي أي العلاج بالماء الساخن. كما سمعت هيدروباثي، هيدروباثي هو العلاج المائي، مثل التجربة الاتحاد اليابانية للأمراض وما شابه ذلك، وكثير من العلماء والباحثين عن الفوائد الصحية وعلاجية للماء. لكن قبل ما نبدأ بفوائد الصحية وعلاجية للماء الساخن أو الهاكوباثي أو الهاكوا، راح نعطي مقدمة بسيطة جدا عن هذا الشيء الذي مجرد تغيير درجة حرارة الماء، هذا السائل الرباني في محكم تنزيل وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ إذن الماء شريان الحياة، الماء هذا فيه أسرار عظيمة لم يسبق له، ربما كل يوم الباحثين يكتشفون جديدة. والماء مع تغيير درجات حرارته يتغير مفعوله من عديم، كالماء الحار، الماء الفاتر، درجة حرارة الغرفة، وإلا المضر أي مثل الماء البارد أو شديدة البرودة، والماء المغلي. ولذلك الماء الساخن أو هاكوباثي على درجة مئوية معينة محددة للاستخدام البشري أي الاستخدام الداخلي، وهناك طبعا أساليب صحية وعلاجية متعددة، بس الأساسي
هو تناول أي شرب على جرعات. تناول نحن نقول تناول بأن تشرب الماء ساخن على جرعات تحديدا على 50 درجة مئوية. ولدى الصغار من طفل المولود، ونعيد تكرارنا، الطفل المولود منذ ولادته حتى سن البلوغ 40 درجة مئوية. وبالتالي هذه الدرجة تغير مفعول تلقائيا من عديم أي هو الماء الفاتر إلى مفعوله وسر الكنز المفقودة. الكنز المفقودة عندما عملنا أبحاث فعلا وجدنا في كل ما يتعلق بالطب البيولوجي، طب الأحياء، والطب السيكولوجي، علم النفس، والطب الوراثية، وجد أن المغذيات الأساسية التي يوفرها الماء الساخن الهيكوباثي هي الأساسية في كل ما يتعلق في الطب أو الكيمياء أو الفيزياء في العلوم ستجدونها. لذلك نحن ندخل مباشرة العناوين أو مقتطفات سريعة. نحن راح نعطي مقتطفات سريعة بحيث إذا كان هناك استفسارات نعود إليها، وكلما إن شاء الله يكون عندكم أيضا قلم ورقة تسجلون هذه النقاط التي تريدون الدخول إليها في من حيث في صفحة المناقشة أو فترة المناقشات بعد إن شاء الله تقريبا 25 دقيقة من الآن. الآن الملف مبين على الشاشة الآن. نعم الملف، لو تفتحون الملف. ما ظاهر على الشاشة؟ ما ظهر، أنا يبين عندي. إذا نسوي stop sharing وعيد مرة ثانية. طيب دكتور تطرح مباشرة. لو تطرح مباشرة إلى موضوع المحاضرة، موضوع الفوائد، طالما أن الملف ما ظهر في الشاشة. ما يظهر. عفوا. نعم. طيب إن شاء الله. بس أعطيني دقيقة خلي أشوفه مرة ثانية. آخر مرة إذا ما يظهر، لأن المشاهد يفضل أن يطلع على الملف. أعطيني دقيقة. أتوقع الآن يظهر الملف. يظهر لا؟ ألو؟ نعم الآن ظهر. نعم. نعم واضح ها؟ إي نعم واضح. طيب واضح. نعم 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 دكتور. ندخل مباشرة في الطب الهيكوباثي من حيث الفوائد الصحية والعلاجية. أول شيء يعتبر هذا الهيكوباثي يمثل الوقود الأساسية الطبيعية لجسم الإنسان الاستثنائية. اثنين يؤدي للتحقيق الصحة الجسدية. عندما نتحدث الصحة الجسدية أي القضاء على الأمراض بجميع أنواعها وأشكالها. الصحة بدنية يتعلق بفقدان الوزن اللياقة البدنية وبناء يعني تخلص من البدانة وبناء اللياقة البدنية. الصحة رقم ثلاثة، فائدة رقم ثلاثة تحقيق الصحة العاطفية. لما نقول الصحة العاطفية أي شعور بالسعادة، تقليل الاضطرابات، التأقلم مع الأوقات الصعبة، وتحسين الحالة المزاجية كلما يتعلق بالهرمونات، حسن الأخلاق في التعامل مع الآخرين، تقدير القيم البشرية التي يمتلكها كل إنسان وشخص بذاته، الشعور بالراحة النفسية والاطمئنان. فائدة رقم أربعة تحقيق الصحة العقلية أي بناء القدرات اللاوعية، يعني زيادة الإنتاجية، تقليل الحوادث، دقة التنفيذ، وتجنب الروتين أي أعمال المتكررة، وزيادة التركيز والإنزياد الإنتاجية. التحقيق الصحة الروحية أعتبر من فائدة في مرتبة الخامسة.
من حيث أن تقرب اكتشاف قيمك البشرية، من حيث مدى تقربك بالله سبحانه وتعالى الخالق، الشعور بالمسؤولية تجاه الخالق والمجتمع. عندما تقرأ القرآن الكريم تشعر فعلا ما هي واجباتك الدنيوية تجاه المجتمع، تجاه كل ما في كل حركة في طوال فترة العمر، تعظيم انتمائك من حيث ما تنتمي إليه من عظمة، بتعظيم قيمك البشرية العظيمة، وانتمائك وتقدير انتماء الآخرين، فتح مجال انسجام مع كل من الذي أمامك بغض النظر أي اختلاف فيما بينك مع الشخص الذي أمامك أو المجتمع أو كيانه من شبه ذلك. الشعور بالإطمئنان التام في الدنيا والاستعداد التام بالآخرة، وهذا مهم جدا. التدبر العميق وتحسين واستعداد التام بالآخرة، وتدبر في فهم كل ما يتعلق بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. تغذية الجسم بالماء، تغذية بالماء، وهذا مهم جدا، بحيث أن مخ الإنسان يتكون من نسبة 75% ماء. أنسجة المخ تتكون من 75% ماء، الغضروف 80% ماء، الرئتين 90% ماء، العظام 25% ماء، الكتلة الكلية للخلية 70% ماء، الأنسجة العضلية 75% ماء، جسم الإنسان بأكمله 75% ماء، ثلاثة أربعة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء فلا يؤمنون. العالم الياباني الدكتور ماسارو إيموتو من حيث قدم أكاديمية ورقة الدكتوراه من نفس الأكاديمية نحن قدمنا، وفعلا عمل أبحاث كثيرة متعلق بالتأثير بلورات الماء بالكلمات والمشاعر والأحاسيس والأدعية. وفائدة رقم 7، تغذية الجسم بالأكسجين. لذا إذا رجعنا الغلاف الجوي، نحن نستنشق الأكسجين فقط نسبة ضئيلة جدا، 21%، هذا فقط الأماكن اللي فيها بيئة نظيفة، بيئة بيئة بعيدة عن التلوث البيئي، كنا نسبة أعلى هي 21%، بينما الباقي النيتروجين. نحن لا نتنفس هواء نقي. تشبع الأكسجين في الدم لدى البالغين، لدى كبار السن، 94% إلى 99%. لذلك مخ الإنسان يستقبل يومياً 20% من الماء، وهي نسبة أعلى عن أي عضو آخر في الجسم. وكذلك من عناصر الجسم يمثل الأكسجين 65% هو الأكسجين، بينما الهيموباثي العلاج بالماء الساخن يغذي خلايا جسم الإنسان بنسبة ارتعيناها 100%. وطبعاً كل شيء له شرح علمي لذلك. 8، تغذية الجسم بالهيدروجين، وهذا شيء استثنائي، لا توجد أي وسيلة أخرى لتغذية الجسم بالهيدروجين. أحواض هيدروجينية التي تحدث عنها العالم الأمريكي حائز على جائزة نوبل ألبرت زجورجي، هنا اكتشف بأن جسم الإنسان يخزن أحواض هيدروجينية هيدروجين بولز. الكبد يخزن أكبر كمية من الهيدروجين، ثم بتسلسل القلب والرئتين والكليتين، ثم آخرها الطحال. وأضرار الراديكالية الحرة، اكتشف هذا العالم الأمريكي الراحل بأن الأضرار الراديكالية الحرة يكون الهيدروجين يستطيع يمنع من أضرار الراديكالية الحرة، حتى لا تكون في عملية أن تبقى الإلكترونات تبقى وحيدة لما تحصل هي هذه الأضرار الراديكالية الحرة. وهذا طبعا شيء مفيد جدا متعلق بالأمراض، جميع الأمراض، وكذلك حتى السرطان، حتى نسبة اللي هي القدرة الهيدروجينية pH. pH يسمى power of hydrogen، القدرة الهيدروجينية، الكتلة نسبة الحموضة. وبالتالي لما طبعا كل شخص الذي يهتم بالصحة إذا يأخذ قياس الدم، أو إذا تروح للطبيب يأخذ قياس الدم عندك، إذا وجد pH عندك عند 7 نسب مئوية، سبعة، وبالتالي معنى أنك تصحي، دمك ليس قلوي وليس الحمضية، وهذا مهم جدا جدا. وطبعا الموضوع هذا مهم جدا، ممكن نتطرق فيه خلال الاستفسارات كيف لدور الماء الساخن في هذا الشأن. 9، تغذية جسم بالطاقة، وهذا شيء مهم جدا، استنادة طبعا على القانون الديناميكي الحراري، طبعا ما ندخل في تفاصيله، ولكن في كل شيء، كل كلمة التي نقولها فيها تفاصيل دقيقة علمية.
مخ الإنسان يستقبل يستهلك نسبة 20% من الطاقة، وهي تعتبر النسبة الأعلى عن أي عضو آخر. سبحان الله، مع أن المخ الإنسان يمثل فقط نسبة 1.5 كيلو تقريبا، يعني اللي هي نسبة 1.5 نسبة مئوية من وزن جسم الإنسان. يعني إنسان لو وزنه 100 كيلو معناه مخ يكون 1.5 كيلو، بس مع ذلك يستهلك أكبر نسبة من هذه كل المغذيات الأساسية كما ارتعيته، لأن نحن مع الطاقة، وقبل ذلك تحدثنا عن الأكسجين والماء. ينتج بين مخ الإنسان ينتج هي شكل يومي طبعاً طاقة التي ممكن تولد اللمبة ما بين 10 إلى 23 واط. وهناك طبعاً هذا شيء يعني أرقام خيالية، أرقام فعلاً يعجز الإنسان حقيقة. هناك 100,000 ميل من الأوعية الدموية في دماغك، سبحان الله. هذا لا تأخذ على امتداد اللي هو مسافة المحيط الأرض 4 مرات، اللي مسافة محيط الأرض تقريبا 25,000 ميل، 24,000 كسور. إذا 4 مرات تدور حول الأرض من خلال المحيط. هذا يعتبر يعني أوعية دموية الإنسان، سبحان الله. انتقال الطاقة من خلال قانون أو الديناميكية الحرارية، تنتقل الطاقة من جسم الساخن إلى جسم أقل سخونة، أي إلى جسم بارد. طبعا ما ندخل في التفاصيل، اي شخص لدي اي استفسار ومتابعين ومشاهدين بامكان يسال اي نقطه التي نحن تحدثنا عنها. كل كلمه نقولها لها تفاصيل دقيقه علميه، نتطرق الى العلم. اذا الطريقه الوحيده في نقل الطاقه بالترطيب، وما في طريقه اخرى نقل الطاقه بالترطيب، ولا شيء يعني علم جديد يعني، سبحان الله. 3/4 من وظائف الأنزيمات تعتمد على الطاقة الكافية للخلايا. إذا نقص الطاقة في الخلايا، إذا معناته الأنزيمات يعيق في عملية كسر المواد الغذائية. إذا هذه المواد الغذائية بدل ما جسم الإنسان يستفيد بها تتحول إلى نفايات سامة، وكما ارتأينا 90% من الأمراض هي كلها نتيجة إيش؟ نفايات، تراكم نفايات الناتجة من الأطعمة نتيجة قصر الأنزيمات في كسر هذه النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة. طبعا 3/4 هي فيها لتوفير الطاقة للخلايا، وباقي جزء واحد فقط لبناء الأنسجة والعضلات. طبعا فيها تفاصيل دقيقة كيف عملية كسر المواد الغذائية. وعند يحصل فقدان كلي للطاقة معناته خلاص نهاية نفس الوفاء، سبحان الله. 10 تحفيز إنتاج فيتامين، هذا مهم جدا، يعني ده فيتامين دال بشكل طبيعي تحت الجلد. وهذا طبعا هناك علماء اكتشفوا بأن فعلا من فوائد أشعة الشمس تؤدي إلى تفاعلات اللي هي المادة الدهنية تحت الجلد، إنه لونه تقريبا أبيض. شوف الطبيعة بتشوف في لون أبيض هذا الدهون، هذه الدهون تسمى كبريتيت الكوليسترول تحت الجلد، ونعمت بها بحيث هي الوحيدة التي بشكل طبيعي تنتج فيتامين دال. يعني انت ما تحتاج الى مكونات مغذيات من جسم من مكونات خارجيه بفيتامين د، بل ونعمت بهذا، بس تفهم من حيث كيف جسمك يتفاعل ويستفيد وتتفادي اللي هي لما تتراكم بشكل كثير. اذا ما يحصل انتاج فيتامين د يحصل طبعا تجاعيد وتحصل مشاكل امراض جلديه وما شابه ذلك. هذا طبعا الدكتور جون كانيل مؤسس مجلس فيتامين د الذي كان يتحدث عن شأنه. وأيضا هناك عالمة أمريكية دكتور ستيفاني ستينف كانت تحدث كثير عن فوائد أشعة الشمس. نحن نستفيد من هذا الجانب في تطبيق اللواء الأساليب الصحية والعلاجية للهاكوباثي. الوظيفة المثالية للدماغ والقلب، وهذا مهم جدا، لأن الفيتامين د هذا من أبحاث نحن نقلناها، أبحاث دقيقة علمية ومعملية من الباحثين وعلماء الذين أثبتوا بأن يؤدي فيتامين د في تفعيل وظيفة مثالية للدماغ والقلب. الكوليسترول السيء يعني يساعد في التخلص من الكوليسترول السيء، هو المضر مسبب للأمراض LDL وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية. الصحة العقلية والاكتئاب، إذا هذا مهم جدا فيما يتعلق بالفيتامين د. 11 تقوية جهاز المناعة، سندخل على الشكل سريع حتى يكون نستطيع نغطي كل الفوائد. كما ترون أمامكم من حيث المواد الأساسية التي ينتجها الحكوى من الماء والأكسجين والهيدروجين، وهذه طبعا من أبحاث متفرقة جمعناها من الباحثين الشهيرين فيما يتعلق كيف للفوائد الصحية لما تعرف في جهاز مناعة كيف يعتمد على كل من المكونات الأساسية هذه من الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة.
12 تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى طاقة وإخراج الفضلات الأيضية، طبعا فيه شرح دقيق لهذا. 13 تقوية العظام عن طريق زيادة كثافة العظام، وهذا مهم بريسيوم يعني مشاكل أمراض العظام، تخلص من هذه المشاكل تقوية العظام، وهذا إذا خبر جيد للرياضيين يعني أيضا أي شخص يريد يقوي عظامه، طبعا شيء معروف كل يريده، والعضلات والكولاجين، تقوية الغضاريف وهذا مهم جدا، والأربطة جميعها تعتمد على مدى توفر كل من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. 14 تنعيم وتبييض البشرة، وكرر وهذا مهم جدا. 15 تحسين حدة البصر وتبييض العينين، يعني بس ما ندخل بتفاصيل. 16 تحسين الصوت. 17 زيادة كثافة الشعر. 18 تقوية وتبييض الأسنان وتبييض اللسان واحمرار الشفاء. سبحان الله. 19 تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. 20 تقوية الرئتين وتحميلها من يعني وحمايتها ونفختها مطبعي وحمايتها من العوامل المرتبطة بأمراض الرئة، ومن وكذلك التخلص من التدخين والسجائر والكحول والعوامل البيئية الأخرى، وهذا مهم جدا متعلق بالديتوكسيفيكيشن، تصفية الجسم من السموم مسببات أيضا الأمراض أيضا والتقلبات الصحية. 21 تحسين وظائف الكلية ومنع تراكم ترسبات في الشرايين التي تؤدي إلى فشل الكلوي، وهذا مهم جدا. 22 تحسين وظائف الكبد وإزالة لويحات الشريان التاجية في الكبد. 23 زيادة من قوة الجسم وإعادة بناء هيكلة الجسم وبناء القدرات الشخصية والمظهر والسلوكيات. 24 زيادة حرق السعرات الحرارية، وهذا مهم جدا طبيعيا بدون أي مجهود بدني أو رياضة، يعني تمثل رياضة كمتعة وتقوية العضلات أيضا، لكن هو الأساس من الدرجة الأولى هو من الهايبوباثي، وطبعا في شرح علمي ذلك، واتباع نظام غذائي محدد بدون أنك تتبع نظام غذائي محدد، وفي شرح دقيق متعلق بالحقوى الدايت التداوي بحمية الهايبوباثي. 25 القضاء على السمنة، وهذا مهم جدا، والحد من زيادة الوزن. 26 تعزيز الرغبة الجنسية. 27 القضاء على البكتيريا الضارة. 28 القضاء على الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم منها سموم والفيروسات والنفايات السامة والبكتيريا الضارة وجميع مسببات الأمراض. 29 يساعد الجسم في الاستفادة من الدهون وإزالة الترسبات الدهنية عن طريق تعزيز الإنزيمات في تكسير الدهون إلى أحماض دهنية وكسر الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة للخلايا. 30 تحسين جهاز التمثيل الغذائي من خلال اختراق المعدة بالماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة، فهو يعتمد على تكسير الأطعمة لإنتاج الطاقة للخلايا وبناء العضلات والأنسجة والخلايا. 31 القضاء على تعاطي المخدرات والإدمان على التدخين والكحول. 32 القضاء على مشاكل الإمساك، وهذا مهم جداً. 33 تعزيز إنتاج الأحماض الأمينية اللازمة لبناء العضلات والخلايا. 34 إزالة الروائح من الجسم خصوصا عند التعرق. 35 تخفيف التوترات العصبية والقلق والتأقلم مع الظروف الصعبة، طبعا كل شيء له شرح علمي. 36 تحسين النوم والتقليل من الأرق. 37 المصدر الحصري الوحيد الاستثنائي في خلق وتكوين كل إنسان على قيد الحياة على الكرة الأرضية دون أي استثناء. 38 المصدر الحصري الوحيد لجميع الكائنات الحية على كوكب الأرض بأكملها دون أي استثناء. 39 تنظيم الدورة الشهرية عند النساء بين سن البلوغ وسن اليأس. 40 تقوية الجنين من خلال تغذيته بالماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة لإثراء صحته ونموه سالما. 41 تخفيف انقباضات الرحم عند الولادة مما يؤدي إلى ولادة خالية من ألم، سبحان الله. 42 تقليل التجاعيد من خلال تغذية الجلد وكبريتيد الهيدروجين تحت الجلد بالماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة. 43 إطالة العمر المتوقع من خلال الحفاظ على دورة الخلايا وموازنته على عن طريق موت الخلايا المبرمجة أبوبتوسيس ونمو الخلايا التي تحل محل الخلايا الميتة والقضاء على الجذور الحرة. 44 تقليل علامات الشيخوخة مثل تعزيز طاقة الجسم والوقاية من مرض الزهايمر والباركنسون.
45 التكيف مع أحوال الطقس الشديدة الحرارة من خلال توسع الأوعية الدموية وإفراز هرمون العرق لتبريد الجسم. وعكس ذلك نعم 36 التكيف مع أحوال الطقس الشديدة البرودة عن طريق نقل الطاقة قانون ديناميكية الحرارية من الحقوى الماء ساخن إلى الجسم، والتوسع الأوعية للحفاظ الأوعية الدموية للحفاظ على الدورة الدموية في نقل السوائل والأكسجين والهيدروجين والطاقة والمواد البروتينية والفيتامينات إلى خلايا الجسم. 47 تعزيز الصحة الاجتماعية في الحياة الأسرية والبيئية والمجتمع المحيط، وهذا مهم جدا. 48 تقليل الفقر، تقليل الفقر بسبب انخفاض استهلاك الأغذية على مستوى العالم طبعا إذا انتشر أكثر، والكفاءات بين الثقافات وتعزيز صحة الناس في جميع الجوانب الصحية البشرية. 49 تعزيز السلام والاستقرار العالمية، نعم وفي شهر طبعا. 50 تحسينات بيولوجية وجينية وسيكولوجية. 51 تنظيم الغدد في عملية إفراز الهرمونات، طبعا في شرح أيضا لذلك. 52 القضاء على مشاكل الحموضة وتنظيم إفرازاتها. 53 تبيض وتنعيم الوجه. و 54 زيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم في عملية نقل الأكسجين للرئتين وأعضاء الجسم. 55 توليد الدماغ المناعي، الدفاع المناعي الفطري والاستجابات الالتهابية، وهذا نقطة مهمة جدا. هذا هو أنت وهذا هو أنت أخي وأختي المشاهد السائل الأمنيوسي. 99% ماء، 37.5 درجة مئوية، إذن هو حقوى الماء الساخن. الماء الساخن المصدر الوحيد والاستثنائي في خلقه وتكون كل إنسان. هذه قانون الطبيعة جعل الله سبحانه وتعالى سببا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. اغتنم هذه النعمة للاستفادة بها، والحمد لله نحن يعني مواظبين على التوقيت. نشكر الله تعالى ونشكركم جميعا على حسن استماعكم، والآن ندخل في الصفحة الاستفسارات. نشكركم. نعم، هل تظهر أي اللي هي التعليقات والمرحلة؟ حد يقرأ التعليقات لما تظهر عندي؟ إلى الآن ما ظهرت معي التعليقات، لكن الآن في بإمكاننا أوجه سؤال لدكتور حول نعم. فيما يتعلق العلاج بالماء الساخن، يعني كثر الجدل عليه. نعم، البعض طبعا من المختصين في الطب يرى بأن العلاج بالماء الساخن، يعني الماء سواء كان ساخن أم بارد له نفس الفوائد، وغير مختص فقط بالماء الساخن. ويقول طبعا هو طبعا مهم لصحة الإنسان ويقي من البعض الأمراض، لكنه لا يعالج الأمراض، فما أعرف هل يمكن تفيد حول هذه النقطة اللي يثيرها البعض. نعم، أشكرك سيد الكريم. طبعا كل اكتشاف جديد يواكب طبعا شيء طبيعي من الطبيعة، نكون هناك في اعتراضات، لأن الإنسان المعاصر الإنسان المثقف أول شيء ما يستوعب معلومات يريد يرجع إلى أدلة علمية وأكاديمية، وما هي المصادر من تلك الجهات التي قامت بإجراء الأبحاث العلمية والمعملية، وهذا هو السبب. نعم، يقولوا بأنه يعني هناك يعني دراسات، مثلا عندك موقع هيلث لاين تقول ان تستند معظم الفوائد الصحيه للمياه الساخنه الى تقارير اخباريه فقط دون دراسات علميه موثقه. نعم فعلا. نعم، توضح لك. لدينا 4 دراسات معمليه وسريريه في جامعه في الجزائر من قبل طلاب ورقه الدكتوراه تحت اشراف بروفيسوره زيريزا، وأي حد يريد يطلع عليها نحن على استعداد. أول شيء نتائج كلها كانت كثير إيجابية، وفي طبعا في مختلف الفوائد المتعلق بالالتهابات، ومتعلق بآخر دراسة كان على تعلق بالهو فيروس كوفيد 19، قد ربما الكثيرين يتعجبون بهذا. ولذلك هذا اكتشاف علم جديد، لذلك نحن حاملين الملكية الفكرية في سلطنة عمان وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث المعلومات التي أتينا بها
هي معلومات جديدة، أول شيء تثبت كملكية فكرية ومن ثم تنتقل إلى أبحاث علمية ومعملية للإثبات العلمي إلى حين تتم هذا. طبعا في فترة كثيرة، لكن هناك أيضا نحن نقوم بعملية نشر هذه المعلومات بحيث إن منفعك ما راح يضرك. وهناك جمعنا أكثر تقريبا من 700 تجربة، نحن نتكلم الآن 14 سنة وليس من أمس، بشكل يومي نجمع تقارير من أدلة من المستفيدين الذين استفادوا من هذا الطب الحكومي. نعم، بحكم تواجدك دكتور في الولايات المتحدة الأمريكية، ما عملتوا يعني دراسات علمية أو أبحاث علمية عملية في هذا الجانب بتنسيق مع بعض الجامعات أو بالتعاون مع بعض الجامعات الأمريكية؟ أشكرك سيدي. نعم، في عام 2017 توصلنا بإقناع جهة أكاديمية وهي جهة المقربة للطب الحكوباثي، لأن هناك طبعا أنواع متعددة من الطب، عندما تقرب لهم ينظرون إيش بيكون على مدى البعيد، هل راح يمثل خطر على هذا العلم ويكون يكون في تحديات، يكون في نوع من الاعتراض. وتوصلنا في عام 2017 بعد مجهود كبير، نحن طبعا توجهنا أمريكا 2015 2017 استطعنا ننجز كل اللي هي التحديات، إقناع علماء 3 من العلماء، طبعا فريق متكامل من كلية الطب الأوستيوباثي، والطب الأوستيوباثي هو الدكتور أوف أوستيوباثي معترف في الولايات المتحدة الأمريكية في 50 ولاية، ويمثل الطب مثل الطبيب اللي هو الذي يعتمد على الأدوية. ففعلا وصلنا إن وقعنا مذكرة التفاهم بشراكة أكاديمية مناصفة، والآن هذا كمفروض الدراسة تتم، لكن هناك في تأخير حدث للنتيجة لموضوع الوباء، لأن ما ممكن تتم هذه التجارب على البشر. لكن تباعا هذا يعتبر خطوة اتباع يعني اللي تليها، يعني لكن عندنا 4 دراسات أكاديمية أجريت من طلاب ورقة الماجستير في الجزائر على الفئران، لكن بالنسبة للبشر هذا هو سبب توجهنا للولايات المتحدة الأمريكية على نفقتنا الخاصة. نعم، في تابعتنا ما شاء الله لك في لقاء في تلفزيون سلطنة عمان تقريبا منذ 8 سنوات، ذكرت فيه أنك بداية مباشرتك لهذا الموضوع اللي هو العلاج بالماء الساخن شفيت من بعض الأمراض أنت وزوجتك، حبذا يعني لو توضح للمشاهد مثلا هذا الموضوع حتى أشكرك. يعني يصير عندهم أكثر اقتناع بهذا الجانب. نعم فعلا، وهذا سؤال منطقي جدا جدا. أول شيء نحن قمنا بتجميع جميع الأمراض التي تم حصرها من المستفيدين، يعني من كل حالة، وسنأتي بشكل سريع، لكن أنا أول مستفيد وتلقيت شهادة من اللجنة الطبية في عام 2010 بخلوي من جميع الأمراض المستعصية التي كنت أعاني بها. طبعا بدأ من مرض، كان يبدأ من التهاب ثم مرض مستعصي طبعا، والوضع كان يتدور، فبدأ من حساسية جيوب الأنفية ثم الإصابة بالربو متقدم ثم الصداع نصفي ثم ألم أسفل الظهر. طبعا ما استخدام الأدوية كانت تنفعني، لكن هناك الوضع كان يتدهور من سوء إلى أسوأ، وبالتالي بحصول على تقرير لجنة طبية من مستشفى شرطة عمان السلطانية من حيث كانت تعمل زوجتي ممرضة في تلك المستشفى، وفعلا أعطوني تقرير خلوي. حتى الآن 14 سنة كل 2 إلى 3 سنوات نعمل تجارب فحوصات طبية متكاملة خلونا من جميع الأمراض، هذا واحد. ثانية، زوجتي شفيت من الكوليسترول، ووالدي زوجتي طبعا هم جنسية أمريكية كانوا زيارة في السلطنة، وطلبنا منهم جلوسنا 6 شهور لحتى لمساعدتهم في هذا المرحلة التغيير، وفعلا نزل سكر عند والدة زوجتي من 33 واستقر عند مستوى طبيعي. هيموغلوبين الوالد ارتفع من 9 إلى 13، ومعروف الهيموغلوبين مهم جدا في عملية نقل الأكسجين إلى الرئتين، وبالتالي هو الحد الأقصى 15، إذا هو في مرحلة وصل إلى حد الأقصى. طيب هذا بالنسبة للأسرة التي بدينا فيها من شخصين، ولزوجتي وأولادي قيس وسامي ومن مقربين، ومن ثم انتقلنا إلى نشر هذه المعلومات بقدر المستطاع من خلال المحاضرات والمؤتمرات ومن خلال ندوات واللقاءات الفردية ومواقع اجتماعية مختلفة. عموما سنأتي سريعا على هذه المجموعة من 57 مرض والتهاب على السريع. الداء السكري حتى الآن يعني جمعنا على سريع خلال عام 2019
بس من 2019 جمعنا كثير، مجموعة كبيرة جدا، بس هذا حصل سريع عملناه في عام 2019. الداء السكري عندنا 104 حالة، 104 حالة شفيت بالتقارير موجود عندنا. الإمساك انسداد الأمعاء عاصر الهضم 27. وين هذه دكتور؟ 104 حالة معنا في عمان أوكي. هذه لا مختلف، لان انا استخدم وسائل اجتماعيه وسائل جميع وسائل التواصل، فنجمعها من خلال التواصل من عده المصادر. نعم، ليس فقط مختصر على السلطنه، هي طبعا دول عربيه مغطيه تقريبا اغلب الدول العربيه وبعض الدول الغربيه ايضا وفي الولايات المتحده الامريكيه. نعم، موجوده القائمه عندي اذا حبيت انا اشارك. هل يبين عندك القائمه؟ الى الان ما ظهر. طيب خلي اشوف اعمل ستوب شيرنج هذاك الملف وادخل ملف ثاني. اعتقد المشاهد سيكون له اهتمام باطلاع على ما جمعنا من هذه الامراض من حيث الارقام. ايوه ممتاز. اذا نعم طيب هذا يظهر عندك ممتاز. اذا ندخل شاشه الاولى شيء. نعم نعم ظهر الان. نعم نعم ظهر كامل على الشاشة كامل؟ اي نعم. طيب نعم. شوفوا امامكم عفوا الداء السكري 104 حالة، هذه جمعنا سريع في عام 2019. اثنين عينات ميدانية حالة. بمعنى هذه انها عينات ميدانية من المرضى. هي عينات اوكي، ليست هي عينات جمعناها بعدة مصادر، يعني جمعنا من يعني ميدانية، جمعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني التواصل مع الافراد بشكل شخصي وهكذا يعني، وليس عن طريق اللي هي التجارب مع عملية من خلال الجهات المستقلة، لا هذا مباشرة من أشخاص الذين استفادوا. هي طبعا هذه تعتبر من ضمن المراحل الأولى حتى تستطيع توصل الجهة الأكاديمية، يجب أن تقدم ما وصلت من الحالات اللي هي يسموها anecdotal evidence أو اللي هي ملخص أدلة قصصية، وكذلك تقدم اللي هي دراسة علمية. يجب علشان العلماء يقتنعوا الباحثين او جهه اكاديميه مثل سوينا في بلاكسبورغ في الولايات المتحده الامريكيه، قدمنا هذه الادله مجموعه وقدمنا العرض العلمي وكان في تقييم من اللجنه، على ضوء ذلك اقتنعوا بان فعلا هذا يعد اكتشاف جديد في العلم ويتطلب ان فعلا اجراء ابحاث عمليه. نعم هذا يعتبر مشروع متكامل، لكن تدخل فيه تحديات كبيره متعلق بالتكاليف، يتعلق بمن سيتكفل بهذه التكاليف وما شابه ذلك، ويعني في امور كثيره جدا. نعم هل ادخل في القائمه في بعض في ما يحتاج يعني في الوقت المشكله يدركنا. طيب في بعض الجامعات تبنت فكرتكم. حلو او مراكز علميه تبنت الفكره. طيب هكون صريح معك، مجلس البحث العلمي اعترض بالكامل على الفكره، قالوا ما ليس له اي مردود اقتصادي. كان طبعا الموضوع بدأنا من السلطنه، ولذلك كان لابد توجه الامريكي. طبعا هناك جميع الجهات، حتى جامعه سلطان قابوس قدمنا وشاركنا وحاولنا بجميع الطرق في السلطنه جربنا. احنا لا نشتكي بس هي حقائق، لان قول الله سبحانه وتعالى عسى تكرهوا شيء وجعل الله فيه خير كثير، فنحن ارتئينا هذا الرفض معناه هو خير لنا، يجب نشوف طريقه مسار اخر. لذلك توجهنا لأمريكا، توقيع على مذكرة تفاهم شراكة أكاديمية، أي معنى تنزلنا نص ملكية الفكرية، لكن بالمقابل الجهة الأكاديمية مستقلة تقوم بالإثبات على البشر. وكما ذكرت قبل قليل أيضا جامعة فرير منتوري كونستانتين في الجزائر، الطلاب ورقة الماجستير في عوام من 2017، طبعا كل عام طلبة يختارون المشروع، فتم اختيار مشروعنا في عام 2017 لمرض معين مثل الالتهابات، وكذلك عام 2018 و19 و20. طبعا عارف عام 2020 كان ما يتعلق بفيروس كوفيد وكيف يستطيع يقضي على هذا الفيروس وتقوية الجهاز المناعي، وكانت النتائج كثير مشجعة، ولدينا هذه أربع أبحاث من بروفيسور دكتورة زيريزا التي تولت إشراف على الطلبة، هي تدرس، هي مديرة الأبحاث في الجامعة وأيضا أستاذة جامعية وتحت إشرافها في إجراء هذه الأبحاث المعملية على الفئران. نعم بنجاح ما شاء الله. ذكرت في محاضرتك يا دكتور تأثير هذا العلاج الهكوباثي يعني على السلام والأمن العالمي، يعني نعم. قد بعض المشاهدين يثير تساؤل حول هذه النقطة، يا ريت لو تشرحها.
أشكرك. ما علاقة يعني العلاج بهذه الماء الساخن فيما يتعلق بالسلم العالمي؟ ما بارك الله فيك. أول شيء يخلي الإنسان ينظم هرمونات الجسم فيما يتعلق طبعا هرمونات، عندنا تقريبا 50 نوع من الهرمون. هذه هرمونات هي التي تفرز من عدة غدد، وهي التي يعني نحن نتخذ قرارات وتصرفاتنا وسلوكياتنا وتعامل مع الآخرين وتحديات الحياة، وكل هذه يعني تحكم الهرمونات أول شيء. فهذا طبعا نحن تحدثنا ما يتعلق بهرمونات، فيعمل على تنظيم إفراز الهرمونات من حيث من غدد، وتنتقل عن طريق الدورة الدموية. طبعا الدورة الدموية معناتها معتمد من الدرجة الأولى على مدى توفر هذه المواد الأساسية الأربعة، الماء الطاقة الأكسجين والهيدروجين، في عملية انتقال إلى الجهة السليم. مثلا السيروتونين هرمون السعادة، هرمون الكارفار هو أدرينالين، هو شبه ذلك. طيب هنا ماذا يحصل؟ هنا يحصل الإنسان الآن، أنا أتحدث معك يا سيدي الكريم، أقول لك أنت أخي من دمي، بتستغرب تقول كيف؟ أقول لك نعم، تجمع معنا ثلاثة مبادئ. ما هي المبادئ التي تجمع معنا؟ أول شيء مصدر خلق، يا أخي أنت من وين أتيت؟ خلقك الله تعالى ولا أنت أتيت من مخلوق من خالق آخر؟ كلنا خالق واحد، على الرغم اختلافات البشرية في المعتقدات الدينية والعرقية والثقافية وغير، لكن كلنا متجمعين من إذا أنت أتيت من وين؟ أتيت من نفس خالق مخلوق بشري واحد، أسرة واحدة، آدم وحواء. إذا حفيد أول آدم، هذا واحد. ثانية عملية الخلق وتكوين تكوينك في رحم الأم، هل أنت تكونت بشكل مختلف بكيس هوائي ولا شيء؟ كلنا موحدين بسائل أمنيوسي وهو ماء ساخن كما تحدثت. اثنين هذا يعتبر من ضمن مصدر الخلق. ثانية وهذا مهم جدا، التكوين الجسدي والروحي. يا أخي الكريم أنت أمامي وكل مشاهد، كم أنف عندك لو سألت؟ كم عين عندك؟ كم فم عندك؟ كم قلب عندك؟ يا أخي كلنا توأم، يا أخي دمك حمراء وليس أصفر. إذا كلنا، إذا هذه يعطيك كيف تنتقل إلى يسموه المرحلة جديدة من التفكير، تكتشف من أنت وما هو الشخص الآن الذي أمامك الذي تعتبر تحدي لك. هذا رقم اثنين يعني. تمام؟ إذا يعني بس أكمل نقطة مهمة جدا، تسأل سؤال بس أكمل سريع دكتور، هنا مهم جدا لأن عارف كثيرين تسألون هذا، بس أعطي مختطفة سريعة فيما تعلق بندخل في العلم. أنا الحين يعني أعطيك بالعلم كلامنا العلم. ثانية كم الدي إن إيه الحمض النووي بين أنا وأنت وكل إنسان؟ 99.999. طيب كم التقرب الروحي؟ 100%. قل سبحان الله. إذا أنت أخي ثلاثة، مبدأ الثالث الطموح والحلم. كل إنسان يريد يحقق طموح، بس إنسان لما يوصل إلى الطمع الزائد هناك تبدأ اشتباكاته بين البشر، وما طبعا يرجع للمعتقدات ومش طبعا هذا ما نستطيع ندخل في جميع التفاصيل، بس أنا أختصر في الرد على الاستفسار. نعم يبني السلام الشامل واستقرار العالمي، لأن يشعر الإنسان مسؤولية تجاه المجتمع، تجاه أسرتي، تجاه بلدي، تجاه مدينتي، تجاه حتى من الذي يختلف معه مهما كان الاختلافات. أشكرك سيدي. نعم، بمعنى أنك تريد توصل فكرة بأن تأثير الماء الساخن على هرمون السعادة اللي هو السيروتونين يعني عالي، فيؤدي إلى هدوء البشر وتحقق سلام والسلم العالمي ربما من هذا القبيل. أشكرك. نعم أنت أحيانا مثلا تستيقظ صباح يجيك غم، يعني مثلا تكون في حالة تعصب، حالة ما تشعر، ما ينقص لك شيء، والعكس أحيانا يجيك تشعر بالسعادة غير طبيعية. هذا كلها من نتيجة الهرمونات عملية تنظيمة. نحن ما نتحدث عن فقط الهرمون السيروتونين، الكر والفر والخوف والكذا وشعور مثلا الآن مع الوضباء هذا والإغلاق ومعرف إيش، وكل الحين حديث الساعة كله عن هذا الوباء، كل واحد متخوف، تفتح الاسم الإعلام وتشوف كل يتحدث، صار أشهر مشهور شخصيته عالميا في التاريخ هو هذا جائحة كوفيد. لكن الآن لما تكون مع هذا الطب الحكوبافي يختلف كليا، تشعر بالنوع من العاصفة الذهنية. طبعا هذا يستخدم في بريطانيا مسمى العاصفة الذهنية، أي نظر في الأحداث وكيف تتأقلم بأن هي أحداث دنيوية ستمر، تحديات بسيطة لكن ستمر، امتحان وفيتامين الحياة. نعم، وليس الإنسان هو الذي يتحدى أمامك، وليس عدو الإنسان هو الإنسان. نحن في عملية تقييمنا واتخاذ القرارات الخاطئة، ومثل المثل العماني يقول لك غذيبه قبل ما يعشيك، هذا كله المعتقدات الخاطئة وما شابه ذلك.
وهذه كلها تؤدي لاسم اختلافات البشرية. أنا أعطيك مثال أخير، أنت لو تربي الكوبرا عندك، هو أسوأ يعني اللي هو ثعبان الكوبرا، ممكن تربيه تربية سليمة يكون صديق لك كما رأيت في الهند ويسوي مزمار وكذا ويكون صديق له أو أسد، لكن طبعا إذا يشعر بخطورة سيقضي عليك. إذا استخدام السلطة، أنت الإنسان يستخدم السلطة عندما يشعر إيش بخطر. يشعر بخطر. نعم دكتور، قد كنت ما غريب عن طبيعة العمانيين سابقا وطبيعة عمان ناحية جيولوجية فيها بعض العيون الساخنة والتي كانت مقصد الكثير من العمانيين وغيرهم للتداوي فيها، خاصة العيون الكبريتية مثل عين بوشار وعين الكسفة وغيرها، لكن الشايع على أن استخدام هذه المياه للعلاج الأمراض الجلد وأمراض بعض العضلات مثلا، أمور بعض العضلات أو بعض علاج الأعصاب، ما كان شايع يعني عند العمانيين إنه الماء الساخن يستخدم كشرب ولعلاج بعض الأمراض الأخرى. الحمد لله. نعم نعم أتفق معك. نعم، المياه الساخنة لما بدأ الإنسان يستخدم المياه الساخنة الطبيعية من ينابيع، وطبعا هذه صالحة لاستخدام الخارجي وليس للشرب لسبب واحد، لأن فيه نسبة عالية من الكبريتيت، ونسبة الكبريتيت وإذا معناها غير صالح للشرب، هذا ممكن يؤدي إلى فشل الكلوي سبيل المثال. كنا نسمع الأخبار في مثلا في روستاق أن يشربون الناس، لأن الإنسان خلاص يبدأ يشعر من فيه فوائد يبدأ يستخدم استخدام. هنا ما نستخدم العلم نجي نوصل من فعلا، لو نحن نستطيع نشرح كيف دور الماء الساخن لاستخدام الخارجي من ينابيع ساخنة له فوائد على أمراض جلدية وفوائد صحية كثيرة، أما الشرب لا تكون لا يكون جاهز صالح للشرب، وفي شرح علمي دقيق لهذا لاستخدام الخارجي واستخدام الداخلي كما شرحنا قبل قليل. نعم واتفق معك. نعم. بعض المتابعين يتساءل دكتور يعني إنه في حالة وضع الماء العادي ماء الحنفية في إناء فخاري يبرد بسرعة، بعكس لما تجيب الماء المعلب والماء الصحي وتضعه في ماء فخاري ما يبرد، يعني هل له علاقة علمية هذا الموضوع؟ نعم نعم له علاقة علمية، بأن الطين هي أفضل مادة عازلة مادة عازلة. الإنسان أيضا مخلوق من الطين، الطين هو خلط التراب بالماء. هنا الطين يعني الفخار مصنوع من الطين، وبالتالي إذا وضعت الماء داخل يظل هو على درجة ثابتة، درجة حرارته هي شبه برودة بس يعني نسميه فاتر، ما راح يسخن ما راح يكون بارد شديد البرودة، هذا هو الذي أستطيع أقول لك. لكن باستخدامها اللي هي الأكواب الصناعية فيها مواد عازلة، هذه المواد العازلة مع أن تجعل أو مثل دلة المشروبات الساخنة مثل دلة الشاي أو دلة زين، وهذه تحافظ على السوائل الساخنة سواء كان الماء ساخن أو الماء بارد. نعم، لكن بالنسبة لأواني فخارية نعم يكون فقط إبقاء على الدرجة ثابتة درجة حرارة الغرفة، لكن نقطة مهمة جدا، الأواني الفخارية اللي من الطين لا يعني الماء مهما ذل من الفترة في تلك الأواني ما راح تتعفن، ما راح يتأثر من العوامل الخارجية اللي في الفخار. لماذا؟ سبب واحد، الإنسان خلق من الطين. خلق من الطين، فالطين لا يعفن إلا إذا كانت دخول مواد خارجية على الماء، ممكن يؤدي يعني التفاعلات في الماء ونتيجة العوامل الخارجية، لكن لو وضعت في الفخار لفترة مهما حتى لو شهر كامل ما راح يتأثر من عوامل خارجية، لكن لو مواد أخرى ممكن هذه المواد تعمل تفاعلات مع الماء ويصير ماء غير صالح للشرب. نعم ربما يعني، لكن هم الآن سؤالهم عن فيما يتعلق الماء الصحي المعلب تفاعل مع الطين بنسبة قليلة جدا عن الماء العادي اللي تأخذه من حنفية وتضعه في الإناء الفخاري، يعني يبرد بسرعة الماء العادي، بينما الماء الصحي اللي تجيبه من العلبة الصحية وتحطه في الفخار ما يبرد. يعني هل جانب علمي هذا الموضوع؟
نحن لم نتطرق هذا دراسة لهذا الشأن، كيف تكون هي النتيجة، ما هي التفاعلات التي تجعل الماء يعني الماء النقي في تغيير تأثير درجات حرارتها في الأواني الفخارية أو من المياه اللي ناتج من الحنفية. لكن نستطيع نقول بأن مياه الحنفية في مواد أخرى التي تم إضافتها للحفاظ على جودة الماء وتنتقل عبر الشبكة. نحن سمعنا كثير البعض يقول المياه ميتة، هي ليست ميتة، بس تكون مفعول هذا المياه هي صالح للشرب طالما أن الجهات الرسمية وفقا لتمام معايير مختبرية ودقيقة صالح للاستخدام البشري، صالح للاستحمام أو الطبخة أو الشرب، طالما هي صالح خلاص هي ليست مياه ميتة. بس هنا نتيجة وجود نسبة معينة من الكلور، الكلورين، وأن بعض المواد للحفاظ على هذا المياه لا تتأثر من نفايات خارجية مثل الطحال، يعني بعض المواد الخارجية، بكتيريا الضارة وما شابه ذلك، وبالتالي المياه ينابيع، مياه تم تصفيتها تكون أفضل نتيجة ما فيها هذه المواد الخارجية التي تم إضافتها لتطهير الماء مثل الكلورين وما شابه ذلك. نعم. أما فيما يتعلق بدرجة الحرارة ما جربنا هذه التجربة عن هل يتغير، وهل في تجارب علمية عن ذلك، لم نستمع ذلك. زين، تضعوها في بالكم عند التجارب العلمية إن شاء الله. دكتور، نعم. أحد المتابعين يعني أبو حذيفة، نعم، واضح الصوت؟ واضح نعم. يسأل يقول عنده حالة إصابة بالسكري من الدرجة الثانية، و يعني ياخذ حقن انسولين، وتطور الموضوع الى انه اصيبت بالعمى في احد العيون، في احد عيونها، فهل ممكن انها تعالج بالماء الساخن؟ طريقه، هل هناك طريقه مثلا للعلاج بالماء الساخن او للعلاج بهذه الطريقه الهايكوباثي؟ نعم نعم نعم، بكل التأكيد. نحن بدايه قلنا جميع الامراض، وناس يتعجبون يقول كيف الماء ساخن الهايكوباثي يعالج جميع الامراض. هي ما مساله جميع العلاج، مساله اعاده هيكله جسم الانسان كيف خلق في احسن خلقه. والطب الاوستيوباثي ينص على اساس جسم الانسان خلق بين لديه قدرة الكامنه في الشفاء الذاتي، الوقايه الذاتيه، الصيانه الذاتيه. الذي نحن توصلنا اليه الطب الهايكوباثي الذي اسسناه، اذا يتدرج مع ينسجم مع الطب الاوستيوباثي والطب الصحة الشمولية. الصحة الشمولية طبعاً تركز على جوانب الصحة الأربعة: الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية. هنا لو دخلنا في موضوع أخينا الكريم الذي أصيب بهذا السكر، مرض السكر، طبعاً وصل إلى هذه حالة مستعصية، أنا يعني أستطيع أقول نسأل الله تعالى الشفاء له، ولا يتحول وضعه من أسوأ، من سوء إلى أسوأ، أنه يبدأ يطبق العلاج بالماء الساخن، الطب الهايكوباثي بأظافره، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج تناول المساكن المحدد، درجة الحرارة وتوزيع، هذا مهم جدا. بس خلينا ندخل في شرح، لأن عملية البرنامج موجود في قناتنا وزعنا وتداول كثير، إذا يستطيع أن يدخل في قناتنا يحصل المقاعد تحدثنا عن البرنامج، طريقة العلاج، يعني طريقة العلاج. نعم موجودة. بس هنا أيضا أقنعه كيف يعالج السكري، حتى يكون في طبيب هنا إذا يستمع، طبيب في الطب إذا يستمع من المعلومات التي نقدمها. طيب على السريع، السكري، السكري من النوع الأول، أول شيء هو معنا أن البنكرياس ما قادر يفرز الإنسولين بشكل سليم. السكر النوع الثاني، الخلايا لا تستجيب بالإنسولين الذي تم فرزه ومن البنكرياس. طيب خلينا نحن نرجع لأسباب جذرية أكثر من نرجع من الأعراض. أسباب جذرية، لما نرجع الأنزيمات بشكل يومي، وظيفة الأنزيمات، المواد البروتينية وظيفتها، هذا نعمة موجود عندك في كل إنسان، وظيفة الأنزيمات تكسر المواد الغذائية، كل الطعام الذي تناولها تقوم أنزيمات بكسرها، وبالتالي أنزيمات تقوم بكسرها، كسر المواد الكربوهيدراتية مثل الخبز والعيش وما شابه ذلك إلى إنتاج سكر الدم. إذا سكر الدم مفيد، جلوكوز، الناس الآن يتخوفون من السكر، سواء كان سكر أبيض أو سكر معدن، المهم سكر مفيد، لأن أنت جسمك دمك فيه نسبة معينة من السكر، والسكر سكر يعتبر واحد من مصادر الطاقة. طيب نقطة مهمة جدا هنا، بس عشان ما تحول كلها محاضرة كاملة، بنتي مقتطفة سريعة. هنا الأنزيمات ماذا تفعل؟ تكسر هذا الجلوكوز لإنتاج الطاقة للخلايا،
إذا خلاص يعني يبقى يظل السكر مستوى معينة لا يزيد ولا ينقص، لأنه يتعرف على يتحكم في كل مستوى السكري. طيب لما يصير ارتفاع، لأن معناته في عجز في الأنزيمات تكسر هذا السكر، بيصير إيش؟ لما يرتفع يرسل الخلايا الدماغية رسالة إن في عجز الأنزيمات ما فيها خلل، والخلل طبعا نستطيع ندخل في الأسباب أيضا نستطيع نشرح، بس الأشياء سريعة. هنا الأنزيمات لما تفشل في عملية كسر هذا الأنسولين كسر السكر في الدم، يرسل إشارة إلى المخ، والمخ يرسل تعليمات إلى البنكرياس، يا بنكرياس قم بإفراز الأنسولين. طيب البنكرياس يفرز الأنسولين. طيب في النوع ثاني يعني في الأنسولين موجود في الدم لكن الخلايا ما تستجيب، إذا أنا نرجع في أسباب جذرية إذا الخلايا معي في هذه الحالة. في هذه الحالة أن أساساً السكر مفيد، والشخص الذي يكون مصاب بالسكري لأن بطب الألوباثي الطب الغربي الذي يعتمد على أساس عقاقير مصنوع من البشر، فالإنسان يا أخي أنت مخلوق وأنت ليس مصنوع، فتعامل مشكلتك بما صنعه الإنسان بالرغم التطورات اللي توصل إليه الإنسان، لكن هناك في فرق كبير بين التطورات في الاكتشاف والتصنيع يعني كل هذا ابتكارات علمية، لكن الإنسان لا يخضع لابتكارات علمية، الإنسان مخلوق، لازم تفهم كيف خلق الإنسان وكيف تكون. إذن ترجع لما يسمى المنظومة المتكاملة الشاملة وقوانين، قوانين التي خلقها الله سبحانه وتعالى جعلها موجودة في الكون من جميع شعوب البشرية منذ أول مخلوق منذ خلق العالم بالكامل الكون. هذه قوانين موجودة، بس بالعلم يأتي كل شخص يأتي بعلم جديد يكتشف أنه موجودة، وليس هذا يعتبر اكتشاف وليس اسمه ابتكار، في فرق. إذا اكتشاف كيف يمثل الطبيعة في الإنسان، لأن الإنسان مخلوق لابد يمشي على عوامل بيئية طبيعية يفهم كيف دوره وكيف في المجتمع. إذا في مشكلة السكري قبل ما يصير الوضع والعياذ بالله يصير الوضع من سوء إلى أسوأ، ووصل أنا وفقد البصر لجانب واحد، ونسأل تعالى يعني يعود الوضع الطبيعي لدي ويجد الشفاء بإذن الله تعالى، بس يؤمن يطبق بأظافيره وسيارة بنفسه، بس هذا الذي أستطيع أقوله. قبل نهاية البرنامج أو المحاضرة دكتور، أنت اتطرقت إلى موضوع فائدة العلاج الهاك وبلاثي لإدمان من المخدرات والمواد الكحولية، يمكن تشرح هذا الجزئية بعجالة دكتور؟ أشكرك. أول شيء لما عملنا دراسة جلوس مع أشخاص الذين يتعاطون المخدرات والكحول يعني بجميع أنواعها والتدخينه، بمعنى سؤالي يعني الآن هل لهم برنامج محدد في تناول الماء الساخن على فترات محددة حتى يستطيعوا يعني التوقف عن تعاطي الكحول والمخدرات؟ أشكرك. البرنامج إنه يعود إلى الطبيعة، ماذا يحتاج جسمه من كمية من هذه المغذيات الأساسية من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، بحيث يعتبر هذه وقود التي تجعل حتى في عملية الخلايا الدماغية كيف اتخذ قرار يعلم بأن هذا مضر وكيف يتوقف من الإدمان. ثانية، الماء الساخن يعمل على تصفية السموم، وبالتالي لما يكون في عملية تصفية السموم سواء من المخدرات، وفي أمريكا يقولوا حتى الأدوية مخدرات drugs، الدواء هذا drug، إذا مخدرات. في تجارب علمية على مرضى؟ لا لا لا، في تجارب شخصية وليس علمية. لا لا لا، لم نصل إلى تجارب معملية ما تعلق به، تجارب شخصية من أشخاص الذين استخدموا على امتداد 14 سنة. كل الشخص الذي يستخدم هذا، بس لابد يرجع الشخص الذي يتعاطي المخدرات أو يتعاطي الكحول، لابد ترجع لماذا هو يتطرق لهذا السبب، هي جوانب اللي هي سيكولوجية نفسية، يبغى يتخلص من الذي يرى أنه مشاكل، يبغى يتهرب من الواقع في الأساس أنه خلاص يعني يكون في عالم آخر ويؤدي لهذا. بالتالي الحقبة في عمل إعادة، نحن قلنا revitalization، revitalize معناه إعادة إحياء الإنسان بوضع طبيعي، يكتشف يعمل موازنة ما بين أضرار ما الذي يتناول أو يتعطي والفوائد. ما شاء الله. أيضا دكتور ذكرتم أن لكم كتاب اسمه معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن، تم نشر هذا الكتاب؟ من نشر؟ هل تم نشر هذا الكتاب، كتاب معجزة وعجائب العلاج بالماء؟ نعم نعم نعم، هذا الكتاب تم نشره من شركة أوثر هاوس بالنسبة للكتاب الإنجليزي،
الكتاب العربي تم نشره من قبل شركة محلية هنا في السلطنة، مكتبة بيروت ومكتبتها. أما هذا بالنسبة للكتاب هذا، لكن هناك طبعا مجموعة ثلاثة كتب، وخير هذا ما يتعلق بالوباء جائحة كوفيد. لكن بالنسبة للكتاب هذا تحديدا باللغتين، العربي بمكتبة بيروت ومكتبتها، أما النسخة الإنجليزية من شركة أوثو هاوس الأمريكية وفرع في بريطانيا أيضا. نعم، طبعا في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور فارس الحجري على هذه المعلومات القيمة التي أدلى بها حول طريقة العلاج بالهاكوباثي أو العلاج بالماء الساخن. له منا كل الشكر والتقدير، ونسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يجمعنا في لقاء آخر بإذنه تعالى. شكرا لك دكتور، وبارك الله فيك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور علي العدوي، أشكرك على هذا حق استضافة كريمة، وأشكر كل الطاقم الذي ساهم في إنجاح هذا الحلقة، وأيضا الشيخ حمد أيضا العبري الذي توصلنا معه طلبنا في هذا اللقاء، وكذلك كل مشاهدين ومتابعين، أشكركم جميعا أحسنتم. نعم، ونخص بالشكر طبعا مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري لدورها البارز في إثراء طبعا المعرفة بشتى الجوانب في هذا الشهر الفضيل، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وبارك الله فيهم. أحسنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.